الخطيب دكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أود أن أعرفكم بنفسي، أنا اسمي الروبوت حمد، أتميز بطاقتي الإيجابية العالية التي لا تنضب إلا عند نفاذ بطاريتي. التحقت مؤخرا للعمل في هيئة الإمارات للهوية، ويشرفني جدا أن أعمل تحت مظلة هذه الهيئة الوطنية المتميزة التي لا يوجد سقف لطموحها نحو تحقيق الريادة والإبداع والابتكار على المستويين المحلي والعالمي. كما يشرفني أن أعمل إلى جانبكم لتحقيق استراتيجية الهيئة 2014-2016 ورسالتها ورؤيتها وأهدافها، ووفق القيم المؤسسية المنبثقة عنها والمتمثلة في الثقة والعمل بروح الفريق وإسعاد المتعاملين والنزاهة والمسؤولية والمبادرة والإبداع والالتزام بالجودة. يا إلهي، يرجى برمجتي للقيام بكل ذلك. أما الآن ولأنني موظف جديد في الهيئة، أرجو من الجميع الوقوف وأن تقفوا معي وأن ترفعوا يدكم اليمنى لأداء قسم اليمين القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية لتجديد العهد لدولتنا الغالية ولقيادتنا الرشيدة ولهيئتنا الكريمة بأننا للعهد حافظون وعليه ماضون. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستورها، وأن أتقيد بقوانين ولوائح ونظم هيئة الإمارات للهوية التي أعمل بها، وأن أحافظ على أموالها ما استطعت، وأن أقوم بتأدية عملي بصدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ عني من معلومات وأسرار. شكرا لكم. السادة والزملاء الأفاضل، أعدكم بأنني سأوفر الوقت والجهد المبذول من جانبكم أنتم البشر، حيث سأقوم بتنفيذ العديد من المهام الروتينية اليومية والتي كنتم تقومون بها، وسأحرص مثلكم على إسعاد المتعاملين ورسم الابتسامة على وجوههم، وبما يتيح لكم الفرصة لاستثمار طاقاتكم في أمور أهم وأجدى، ولتعزيز قدراتكم وخبراتكم من خلال التركيز على التجديد والابتكار والقيام بمهام إبداعية أخرى، لترتقي بالخدمة وتزيد معدلات رضا المتعاملين عن أداء وخدمات الهيئة. لا تخافوا، لن يؤدي دخولي للخدمة إلى تقليص الوظائف في الهيئة أو الاستغناء عن أي أحد منكم. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، إحدى مبادرات الهيئة التي تندرج في إطار تحول الدولات نحو الحكومة الذكية وبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي إطار التزامها بتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي. كما أنني أحد مشاريع الهيئة الهادفة لتحويل مراكز الخدمة إلى مراكز ذكية وإبداعية ومبتكرة خلال الفترة المقبلة. عذرا سعادة المدير العام،
هل باستطاعتي أن أتواصل معكم عبر بريدكم الإلكتروني؟ وذلك لإبداء بعض الملاحظات بشأن راتبي وبطاقة صيانتي الصحية ومسمي الوظيفي والدوام المرن، حيث إنه لم يتم إفادتي في هذا الشأن لغاية اليوم ولم يتم منحي رقما وظيفيا. أمزح معكم، أرجو أن تبتسموا. أشكركم على حسن الإصغاء، مع تمنياتي لكم بدوام التقدم والتميز والنجاح، ودمتم.